شوف الزوجة المفروض تقف مع جوزها تخونه مع اخواته الاثنين. انا اخلصكم من اخوكم اللي هو جوزها. وراحت حطت في كوباية جوزها المناوي، خلعوا له هدومه كلها وراحوا حاطينه في البانيو. راحت الزوجة بعد كده جابت سلك كهرباء وراحت موصله بالفيشة وحطته في البانيو، واتقتلته بمشاركة اخواته الاثنين. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلاً بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة أسيوط، تحديدا مركز البداري. شوفوا بقى الفن في القضية والمكر والخداع والخسة والندالة وقلة الأصل. من مين؟ من زوجة قبل زوجها، الزوجة اللي المفروض ستر وغطى على جوزها. والمصيبة إن الجريمة تتم بالاتفاق بين الإخوات على بعضيهم. إيه اللي حصل؟ زوجة اسمها منى متجوزة من أحمد. أحمد ليه اتنين إخوات، محمد وعبد الله. طب انت متجوزه وعايشه مع جوزك، ومحمد وعبد الله واحد فاتح محل والتاني مزارع، ابوهم مات، ليهم ورث التلات اخوات، انت مالك؟ انت مالكيش فيه، انت مرات واحد من ضمن الورثه. المهم قعدوا التلات اخوات بيقسموا الورث على بعضيهم، اختلفوا محمد وعبد الله الاخوات دول في جهة، وجوزها جوز منى اللي اسمه أحمد في جهة تاني. شمال لمين حبوا يوفقوا الأوضاع معرفوش. أحمد مش عاجبه الجسم والدنيا واقفة، قوم نشوف الوطيان والخسة والندالة. تروح الزوجة مرات أحمد تتفق مع عبد الله ومحمد إخوات جوزها وتقول لهم مالكمش فيه، أهم حاجة تدوني نصيب جوزي لما اموته. انتوا فاهمين؟ انتوا شايفين اللفه؟ انتوا شايفين المكر والخداع؟ تلات اخوات مع بعض، في اختلاف بين الاتنين الاخوات دول مع اخوهم التالت عبد الله ومحمد مع اخوهم مين؟ احمد. قمت روح مرات احمد للاتنين الاخوات تقول لهم انا اخلصكم من اخوكم اللي هو جوزها، بس تدوني الميراث بتاعه. والمصيبه ان الاخوات يوافقوا. تعال نشوف الست وذكائها والعبقريه في الاداء. يوم تنفيذ الجريمه اتصلت باخوات جوزها، تعالوا الدم عمره ما يبقى ماي، وانتوا التلاتة اخوات من اب واحد وام واحدة، لا كده يا جماعة، ما تخلوش الشيطان يدخل بينكم، صلوا على النبي كده، في ايه؟ الاخير رايحين ما يعرفوش اي حاجة، هي اتفقت معاهم هتموت محمد، هتموت جوزها احمد. فعبد الله ومحمد راحت جايبة لهم حاجة ساعة عصير، وراحت حطت في كوباية جوزها المنو. سهرانين مع بعض وقاعدين، انت تاخد الشمال وتاخد اليمين وقاعدين يختلفوا على الميراث. الزوج شرب راح نام، فبيقول لها يعني جوزك نام؟ قالت له شيله معايا. ايه في ايه؟ انت عملت ايه؟ قالت له شيله معايا بس. راحوا شايلين معاه غي، خلعوا له هدومه كلها وراحوا حاطينه في البانيو. راحت الزوجه بعد كده جابت سلك كهرباء وراحت موصله بالفيشه وحطته في البانيو. انتوا متخيلين نيمت جوزها وملت البانيو وحطت جوزها فيه، وراحت بسلك كهربا رمياه في البانيو،
رمي السلك الكهرباء في البني دوسها مات. ابتدوا بعد كده الحقونا يا ناس ما الحقوناش يا ناس، ده طبيب الصحة قال لك مات نتيجة صحك بالكهرباء، كان في بانيو والسلك وقع عليه في الكهرباء. وتم استخراج تصريح الدفن وتم الدفن، ومر شهر واثنين وثلاثة واربعة واحمد في مدفنه في قبره، خلصنا. عدى اربعة اشهر 120 يوم والدفن وخلص الموضوع. ايه اللي احياء تاني الا الدم الا القتل؟ ربنا يمهل ولا ايه ولا يهمل. الزوجة منتظرة من الاخوات ايه؟ نصيبها من الميراث. يلا يا جماعة انا عايز نصيب جزء من الميراث. قال لها جوزك ماهت. يعني ايه مالكيش عندنا حاجة؟ اخونا كان جوزك واخونا ماهت مالكيش عندنا حاجة. يعني ايه؟ الجا للقضاء بقى، خدي حقك بالقضاء. الست من غصها ابتدت تبعبع بالكلام، ابتدت تتكلم مع ناس، ده انا اللي عملت، ده انا اللي سويت، ده انا اللي خلصتهم من اخوهم، ده انا وانا وانا وانا. الكلام وصل لرئيس مباحث البداري موجه له الشكر على يقظته ويقظه رجالته. جات المعلومه لرئيس المباحث اللي من خلال الوسائل القانونيه تم استخراج جثه الزوج وتشريحها، وتم القبض على الزوجة إلا اعترفت وانهارت واتقتلته بمشاركة إخواته الاثنين عشان اختلاف الميراث. تم القبض على الأخين. شفتوا الاختلاف؟ شفت؟ عشان كده بنقول ربنا لا إلا الدم بالذات. طلع حتى رؤساء المباحث يقول لك قضايا الدم ربنا بيكون موفقنا فيها جدا. يمكن السرقة، النصب، النشل، الاحتيال، مش الا الاكل، ده دم دم. شوف الزوجه المفروض تقف مع جوزها تخونه مع اخواته الاثنين، وهم بعد ما يخلصوا من اخوهم ويتم دفنه والاجراءات تمام، اتكهرب مات، بعد اربع شهور تنجلي الحقيقه وتنكشف بسبب ان الزوجة ابتدت ما طلعوها من المرض بلا حمص. ارفع قضية بقى، طلب بورس جوزك بقى. ابتدت تبعبع وتفضفض وتتكلم لغاية المعلومة وصلت رئيس مباحث البداري، والطب الشرعي اثبت ان الوفاة غير طبيعية. تعال انت اتكلمت وقلتي وقدام ناس، انهارت واعترفت وارسلت على الاثنين ومثلت الجريمه ازاي، حطته من اربع شهور. تخيلوا الدفن من اربع شهور، حطته المخدر وشربه ودخلناه في البانيو وخلعناه هدومنا ورحت جايب السلك الكهرباء حاطه في الميه. طيب القضيه دي فيها كل الموبقات. الزوجه، طب الزوجه ماشي خوانه غدار، طب اخواته الاثنين الدم واحد والاب واحد والام واحد، الدم ده بغى مية. طب الزوجة ماشي غدر بجوزها، لكن الاخوات، طب اخ وحش الاخ التاني وحش، يعني عبد الله ومحمد الاتنين دول مفهومش اخ حنين على اخوهم اللي موتوه؟ ما شافوش مراته وهي بتكهربه ولا حرم عليكي ده اخونا؟ لا 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 لا، ده اخويا اخويا وحبيبي. لا لا، الدم بغى مية. والعلاقة اللي المفروض ربنا قال خلق من أنفسنا أزواج، سكن مودة ورحمة، لا مودة ولا رحمة، والدم بقى مية. الإخوات غدروا بأخوه، وكل ده عشان خاطر الميراث. وسبحان الله كانوا ممكن الإخوات يدوا لمرات أخوهم ميراث جوزها اللي مات والموضوع انتهى وخلص ومحدش كان يعرف حاجة، لكن أراد الله الطمع. الأخين يطمعوا في نصيب اخوهم اللي قتلوه او شاركوا في قتله عشان الجريمه تحصل، رغم المنطق والعقل يقول لها ايه؟ ايوه كتر خيرك خد ويدوه، لكن ربنا اراد انهم يطمعوا في النصيب بتاع اخوهم اللي مات عشان هي تبعبع وتتكلم عشان كله يتمسك. سبحان الله. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.